انا اليوم دائما اسمع انه البنات هم اللي بس مهتمين بالفاشن وهم دائما ايوه فاليوم ايش حنسوي؟ اليوم انا حاجي انافسكم في الموضوع ده اوكي اخيرا اسمع اخيرا بقول لك شيء انا نافستك بالطبخ ونافستك بالفاشن فلا تجيها بلعبتي لا لانه اليوم موضوعنا طبعا الاساسي حيعتبر انه انا بديكم نصائح عن اختيار الملابس للناس للشباب الطوال او الشباب القصار حلو يلا فاول حاجه لما تختار ملابسك يا جماعه لازم تحط في بالك انه الطول يعتبر من الامور الاساسيه اللي لازم احنا نراعيها لما نختار ملابسنا بالاضافه للوزن لكن الوزن طبعا موضوع كبير فخليه على جنب حنتكلم عنه بعدين اليوم كل تركيزنا حيكون عن اختيار الملابس وفق الطول سواء كنت طويل قصير وسط الى اخره طبيعة الحال إنه هدف الرجل القصير إنه هو يبان دائماً أطول والرجل الطويل يبان يا إنه أقصر إذا كان مرة طبعاً طويل أو إنه هو يعزز طلته صح. إنه كده يكون له يعني فاهمين علي لا إحنا فاهمين أيوه مستعدين إحنا يعني مستعدين طيب حنبدأ ببعض التيبس هنا كتبتها عندنا تيبس للناس القصار والتيبس للناس الطوال حنبدأ بالناس وعلى فكرة هذه الأشياء تنفع حتى للبنات يعني صح أنا ممكن يعني أمس أفتكر إنه قاعدة تناقش مع عبلة إنه هل ممكن تكون نفس الأشياء أو في أشياء قالت لي لا في أشياء ممكن تختلف من بين البنات للأولاد حسنا أكثر من الملابس أيوة بالعكس البنات عندهم الكعبات بس أنت النهاردة تتكلم جنرال بنات وولاد ولا لا أنا هتكلم عن الشباب اليوم أوكي. بس مقسم في حلقات تانية عن البنات إن شاء الله هذا بعدين أنا وعبلة بليز حنبدأ بأول نقطة اللي هي اللون الموحد للناس التيبس هذه للشورت جايز الناس القصار أول حاجة لما تيجي أنت تختار ملابسك حاول أنه يكون عندك اللون موحد لا تكسر بين الألوان مثلا تروح على بانس يكون لونه بيج وتلبس من فوق أسود حيبينك أكثر زي كذا لكن لما تلبس مثلا نقول بيج من فوق وبيج من تحت حيبينك كذا أطول أوكي يعني أنت قصدك أن لما يبقى كل الأوتفيت لون واحد فبيدي طول يعني بالضبط كذا وهميا حيدي أنه هذا الإنسان أطول غير لما تكسر باللونين بس دلوقتي هتلاقي الناس اللي هم مثلا قصيرين هيقول لك انا هفضل عايش حياتي كلها بلون واحد لا مو شرط يعني ولا ممكن يغير يقدر طبعا يضيف يعني اشياء في اشياء في حيل مره كثيره فهذه تعتبر اي بالضبط الشوزات كمان تعتبر من الحيل فهذه حيل بس ايش انه كناظر انا هو قدامي يبان عندي انه هو اطول لما يكون لابس نفس الشيء بس يبعد عن اللون الاسود كثير مننا يحسب انه اللون الاسود هو اللون البيرفكت اللي حيديك الطول اللي حيديك كذا وهميا انه انا كان ظن لون اسود كي رجعك اطول أيوة لا الاسود ابعدوا عنه خلوكم على الرمادي ممكن الرمادي هو افضل لون يعتبر والله ايوه فحروح للثاني بوينت عندنا الفيرتيكال كلودينجز الفيرتيكال اللي عليها خطوط لما تيجي تلبس قميص مثلا عليه خطوط لازم انت كشخص قصير مثلا او وسط لا ماني قاعد اتكلم عليك والله حاول انه يكون القميص بيكون فيه خطوط الخطوط تكون بالطول ايوه اذا انت مثلا شخص قصير البس الخطوط اللي تكون بالطول اذا انت شخص طويل لا البس اللي عليها خطوط بالعرض ايوه وهميا حتدي انه الناظر اللي قدامك لما يطالع الخطوط من فوق لتحت حيدخل في باله انه اوه والله هذا مثلا جسمه طويل فهمتوا علي؟ ها نفس الاشياء عندنا عند بالبنات بالضبط يعني الشكل النهائي من الناحيه النظريه حيكون اطول طيب وطبعا لو حتلبس مخطط ابعدوا عن الخطوط الملونه خلي الخط اذا كان في خطوط خلي الخطوط نفس الشيء اوكي لا تكتروا في الالوان طيب بعدين حنروح للبوينت اللي بعده اللي هو الفوت وير الفوت وير طبعا ما عندكم اي معلومه انا ما ادري بس انا اللي يعني اعرف ان صار الحين للرجل القصير مو كعب زي الحشوه نفس السبورت شوز او البوت يضيفوها جوه الشوزات ايوه علشان يعطي شويه طول لك 5 سنتيز مور انا عندي اصدقاء بدوا يشتروا واحد البوت يعني معروفه براندات هم بتكون عندهم شوز فيهم كعبه صغيره يعني بكعب. ما تشوفها من فروم اوتسايد هي بتكون في زي اللوفرز مثلا كثير يحبوا يلبسوا اللوفرز شوزات اللوفرز بس هذه دائما انا افضل انه الشخص القصير يلبس اللوفرز اللي عليه كعب دائما روح للشيء اللي فيه له كعب شويه حيديك طول حيفرق معك واعرف انه بعد الالوان مو حلوه ايوه الالوان الفسفوريه ابعدوا عنها الالوان الفسفوريه للرجال القصار ابعدوا عنها لانه انت بتحط تركيزك كذا انه هو يطالع ايوه في الشوز فحيبينك اقصر اوكي فالشوزات السنيكرز الضخمه كمان ابعدوا عنها على فكره هذا الشيء انا اشوفه يعني انا لما اشوف واحد قصير اوكي اي نوع السنيكرز الاجلي سنيكرز ترند للشباب والبنات بس صدق اذا لبس لون واحد هو الحين طول نفسه بعدين يلبس شوز برضه فسفوري ايوه الناس تركز على تحت ايوه انا اركز تحت اقول ليش هذا قصير لابس كعب والله كذا قاعد صح طيب بالنسبه البوينت اللي بعده اللي هي الشورتس كثير من الناس يقولون
اذا انت انسان قصير ابعد عن الشورت حيبينك قصير، البس جينز مثلا طويل، البس حاجه طويله، فلا مو شرط، الكلام هذا مو صح، بالعكس انت تقدر تلبس شورت بس ابعد عن الشورتات اللي تيجي طويله، تيجي تحت الركبه بكثير، فهذه حتبينك انه انت قصير، وخاصه لو كان فيها الجيوب كبيره اللي هي الباقي بوكيتس يسموها، فهذه لا ابعدوا عنها الشورتات هذه، اذا تبي تلبس شورت عادي البس بس يكون فوق الركبه شيء بسيط. اوكي اخر طبعا حاجه عندنا النقطه الاخيره اللي هو الباقي، الملابس الباقي هذه ابعدوا عنها للقصيري. ايوه للقصيري، لانه هذه لما تيجي تلبسها وانت كذا ضايع جوتها حتبينك مره قصير، فحاول انك انت دائما تتجنبها، وروح على الملابس اللي هي سليم فيت. يلا خلينا دابا الناس الطوال. طيب الناس الطوال نروح انا مظبطكم الناس الطوال. يلا انت انا عايز اعرف الشورت، انت ما قلتش الشورت ايش هو الشورت اللي الناس الطوال يلبس ايه؟ لا الشورت عادي بالناس بطول ما هو فارقه معاه يعني، اذا حتى لو غير شورت يعني ما هي على راس. طيب اول بوينت عندنا اللي بالنسبه للناس الطوال اللي هو البروبر لينث، الطول المناسب. دائما الشخص الطويل لما يجي يشتري حاجه بتكون الكم مثلا ما يوصل للنهايه، هو يحسب انه عادي هو زي الجنس كمان بالضبط. انا عندي يكون... هذا المشكله والله فدائما مظبوط من هنا وكل حاجه بس الكم قصير. ايوه احيانا من احد يبيعك يبيع لك يقول لك لا عادي انت عشانك طويل ويدك طويله يقول لك شمر الكم عادي. ايوه شمر الكم عادي، شمر ليه؟ لا لا تسمح الشيء ده، انت من حقك انك تلبس الشيء المناسب لجسمك انت. والله ودي اعيش مشكلتهم. الخطوه الثانيه اللي هو البوينت اللي بعده اللي هو ابعد عن الون كلر اللي هو من الهيد تو تو اللي هو من الراس لل ايوه عكس القصيرين، ابعد عن هذا الشيء لانه هذا الشيء بيبينك اطول. لو تبي تلبس انت ون كلر عادي بس حط حزام على الاقل، اكسر بين الجزء العلوي والجزء السفلي من جسمك. اللي بعدها نقطه ابعدوا يا جماعه عن السكيني بالنسبه للناس الطوال، الناس الطوال ابعدوا عن السكيني ما بتكلم عنه. لا 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 ابدا ابعدوا عن السكيني لانه السكيني بيبينكم اطول، وخاصه لو كان جسمك رفيع ما حيكون يعني حلو.